أكثر من 8000 حالة اعتقال نفذتها إسرائيل في الضفة الغربية منذ أحداث 7 أكتوبر. منذ العميرة واحد ممن تجرعوا مرارة الاعتقال، قضى 3 أشهر في السجن، خسر خلالها أكثر من 30 كيلوغراما من وزنه بسبب نقص الأغذية والإهمال الطبي والتنكيل والعزل الانفرادي وقساوة التحقيق. تعذيب جسدي ونفسي. احنا في السابق كنا مجازا وبشكل رومانسي بنتحدث عن المعتقلات كمقابر للأحياء، لكن اليوم بقدر أؤكد لك إنها مقابر للأحياء. اليوم السجن لا في أكل يكفي لأسير، يعني يدوب يكفي الولد الصغير، ما فيش لبس، ما فيش محل تنام فيه. اليوم الأسرى بناموا على الأرض. اليوم بقدر أوصف السجون الإسرائيلية بغوانتانامو العصر. ومع شهادات الأسرى المحررين هذه حول الأوضاع داخل السجون الإسرائيلية، يزداد قلق آلاف الأسر على فلذات أكبادها، خصوصا بعد أن فارق 14 أسيرا الحياة داخل الأقبية الإسرائيلية التي لا تصلح للعيش الأدمي. استشهد 14 أسيرا، وهناك عدد لا نعرفه من أسرى قطاع غزة قد استشهدوا، على الأقل وفقا لتسريبات حصلت عليها صحيفة هارتس الإسرائيلية تفيد بأن 27 أسيرا من غزة قد قتلوا. ولأننا نعلم أن الأسرى من الضفة الغربية أيضا الذين استشهدوا قد قتلوا قتلا إما بالضرب أو من خلال سياسة الإهمال الطبي. أما أسرى وأسيرات قطاع غزة وبحسب المؤسسات الرسمية المختصة فإن المعلومات حولهم شحيحة، مع استمرار مصلحة السجون بفرض التعتيم إزاءهم ورفضها الإفصاح عن مصيرهم والتعاطي مع الصليب الأحمر الدولي. في المعتقلات الإسرائيلية يتكدس الأسرى الفلسطينيون بأعداد كبيرة ويعيشون ظروفا عسيرة، فهم ينزفون سنوات أعمارهم في سجون الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود. فالح نصير فالح، العربية، رام الله.